يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم من انا. النهارده هنعمل مع بعض برجر لحمه بالخضار، ازاي نطلع من شويه لحمه صغيرين كميه برجر كبيره، وبعد كده هنعمل سموذي الخوخ بالبرتقال. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من اللحمه المفرومه، بص شويه صغيرين، هنزودها بايه بقى؟ عندي بطاطس مسلوقه، عندي جزر مسلوق، عندي بصل مفروم، عندي شويه من النشا وبيضه، وعندي هنا كاتشب ومايونيز، هنعمل بيهم صوص كده بس على جنب. خلاص ده بقى يتاكل لوحده، يتاكل في ساندوتش بقى، يتعامل معامله البرجر، هيجي معاك في اي حاجه. طيب خلونا نجهز كده مع بعض الميكس بتاعنا، ومفيش اي عمايل، مفيش اي حاجه، ومجرد هنحط الحاجات دي كلها على بعض، وهنشكل البرجر بتاعنا وهنشتغل على بعض. بولة هنزل باللحمه، ننزل بعد كده بالبطاطس، ثم الجزر، خلاص هنزل بالبصل، رشه من الملح، ورشه من الفلفل الاسود. ننزل بالبيضه، بصوا بقى بنطلع، شفتوا كميه اللحمه اللي حطيناها دي؟ بصوا دلوقتي كبرت ازاي. فبنعمل بقى ايه من اللي كان هيعمل لنا مثلا حتتين برجر، ممكن نطلع خمسه بالطريقه دي. وطريقه برضو للولاد الصغيرين ندخل لهم الخضار لو حابين بطريقه مختلفه. بعد كده نحط شويه الايه النشا، خلاص اختفى كده النشا. وبقينا بقى ايه كأننا بنعجن كده. تعالوا نشكل بقى البرجر بتاعنا، ممكن نعمل كده بايدنا، ممكن نعمل كده بمكبس، او نعمل كده بفورمه زي ما احنا عايزين. خليني عايز ارفع الطاسه بتاعتي تسخن، وانزل بشويه من الزيت. ونديها فرصه تسخن. نستعمل مكبس مثلا اهو. اي بس ايه كيس كده عندنا عشان ما يلزقش، هنعمل كده. ادي المكبس بتاعنا اهو، ناخد البورشن ننزل بالكيس اهو وبالمكبس بتاعنا ونكبس. تطلع كده ايه بالشكل ده. ادي واحدة عملناها كده. طب ايه تاني؟ فورمة اهي، ونكبس بأي حاجة.
هيطلع معانا بالشكل ده خلاص. بس قلت اوريكم، بس انا عايز اعملهم كلهم ايه بالمكبس اهو، ونكبس. ناخد البرجرات بتاعتنا دي وننزل في الزيت. وننزل بالتالتة. على ما البرجر بتاعنا بقى يخلص هنحضر الصوص. صوص ما فيهوش اي حاجه، في السريع جدا. عندي هنا مايونيز وعندي كاتشب، خلاص هنزل بالمايونيز، هنزل بالكاتشب، هنزل بنقطه من زيت الزيتون، هنزل بشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود. تعالوا نقلب بس البرجر بتاعنا في السريع. بصوا بقى واخد لون عامل ازاي، وفي الطعم بقى برجرية، ويمكن احلى كمان لان في حاجات تانية مع اللحم. خلاص كده خلصنا الصوص بتاعنا، ننقله في رامكن كده اهو. نجيب طبق التقديم، نبقى كده عملنا مع بعض برجر باللحمة والخضار. خلوني أطلع أخطف فاصل كده في سريع ونرجع نعمل مع بعض المشروب. متروحوش في حتة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل، عملنا مع بعض برجر اللحمة بالخضار وقدمناه مع صوص بسيط قوي كده، مايونيز وكاتشب وشوية من الملح والفلفل. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل كوكتيل الخوخ بالبرتقال. عندي هنا خوخ كومبوت بشوية من المية بتاعته، عندي برتقال فريش، عندي سكر، عندي مية، واخيرا عندي شوية مكعبات التلج. طيب اول حاجة كده مكعبات التلج، هنزل وراها بالبرتقال وعليه بالكمبوت. اخيرا السكر. السكر ده اختياري جدا لان الكمبوت بيبقى مسكر، فممكن يعني نكتفي بالسكر اللي بيبقى فيه. شويه من الميه، نضرب كده ونشوف ايه الاخبار. زي الفل. كاسات تقديم، شلموهاتنا، ونبقى عملنا مع بعض
الخوخ بالبرتقال، وعملناه مع برجر اللحمة بالخضار. ونبقى وكده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. أشوفكم الحلقة الجاية، متنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.